يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه شفاء العالين: الآلام وإن عظمت فهي سبب النعم، فتأمل تلك الآلام التي يلقاها طالب العلم الشرعي، وتلك الآلام التي تكون من الصفات الحميدة التي يتحلى بها المسلم من الصبر والحلم والإحسان ونحو ذلك، كم تورث لهؤلاء تلك الآلام، أورثت لهم تلك الملاذ. فإذا كانت الآلام أنت تتألم، إذا كانت تلك الآلام تورث ملاذ، فكمال العقل أن يصبر العبد عليها. ويقول: تأمل تلك الآلام والأوجاع والأمراض على بدن الإنسان، فيقول: فالحمى إذا أقبلت على مريض استبشر الأطباء بها، لما؟ لأنها تنضج مواد فاسدة في البدن ما لا ينضجه أي دواء. ويقول: تتبعت فوائد المرض فوجدتها تزيد على 100 فائدة. ويقول: أما تلك الآلام على الأبدان فإنها لذائذ على القلب، إذا كان ذلكم القلب حيا صالحا. قال: فتلك الآلام التي تنزل بك، يقول رحمه الله، تلك الآلام هي أعظم النعم عليك. لما؟ قال: لأنها هي أسباب وجود النعم. قال: ولذلك قالت العقلاء قاطبة: النعيم لا يدركه أحد بالنعيم، واللذة لا يدركها أحد باللذة. فيقول رحمه الله: فسبحان الله الذي خلق من الأضداد أضدادها وما يخالفها، أخرج الحي من الميت والميت من الحي، والرطب من اليابس واليابس من الرطب، والألم أخرجه من اللذة واللذة خرجت من الألم. ثم قال: إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. لما؟ سبحان الله، لأن رحمة الله سبقت غضبه، والنعمة متقدمة على البلية، والشر ليس في أفعال الله ولا في صفات الله، إنما الشر في مفعولات الله، في مخلوقات الله جل وعلا. فيقول: الله لم يخلق تلك الآلام عبثا وسدى، لا، ما خلقها إلا لأنها تثمر لذة لك، وأنت عبد الله كما قال: أنت من لوازمك الفقر والحاجة، ولو لم يكن كذلك لكانت هذه الدنيا دار بقاء، والله لم يجعلها دار بقاء. فيقول رحمه الله: ما أمرض الله جل وعلا عبده إلا ليشفيه، وما حرمه إلا ليعطيه، لكن النفوس الجاهلة تجهل حكمة الله جل وعلا